السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي وطلابي طلاب الصف الرابع الابتدائي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، معكم أستاذ وليد يوسف من قناة رياضيات أونلاين. إن شاء الله النهاردة هنبدأ درس جديد وهو درس الأعداد العشرية. الاسم ده اسم جديد علينا لكن هو سهل جدا وبسيط جدا جدا. كل بساطة أخذنا في الحصص اللي فاتت أخذنا الكسور وعرفنا أنواع الكسور، وقلنا الكسور أنواعها كسر عادي، صورة كسرية، عدد كسري. يعني إيه يا مستر كسر عادي؟ قلنا يعني البسط بيكون أقل من المقام. طب بصوا كده الأشكال اللي قدامكم دي، البسط أقل من المقام، البسط أقل من المقام، كلهم يا مستر البسط أقل من المقام، يعني دول عبارة عن كسور. ايوه دول عباره عن كسور، بس نوع جديد من الكسور اسمها الكسور ايه؟ الكسور العشريه. الكسور ايه؟ الكسور العشريه. طب ليه مستر قلت الكسور العشريه؟ بكل بساطه لما تلاقي اي كسر، كسر عادي المقام بتاعه 10 او 100 او 1000 او مليون او 100000 او 10000، يعني اي واحد قدامه صفار، المقام واحد قدامه صفار، ده اسمه كسر عشري. كسر ايه؟ عشري. طب يا مستر احنا عرفنا في الكسور ان الكسر العادي بيكون اصغر من الواحد الصحيح، برضه الكسر العشري هيكون اصغر من الواحد الصحيح، يعني كل الكسور العشريه اللي قدامك دي اصغر من الواحد الصحيح. يبقى الكسر العشري يا مستر اللي بيكون مقامه 10 او 100 او 1000، انت المقرر عليك السنه دي ال10 وال100 وال1000 بس، بعد كده هتعرف بعد كده ممكن يكون المقام 10000 او 100000 او مليون او هكذا، اي واحد قدامه صفار. طيب يا مستر سهله جدا دي، لما كنا بنيجي نقراها كنا نقول ايه؟ 1 على 10، 1 على 100، 1 على 1000، كل دي كسور، كل دي كسور ايه؟ عادية، كانت ايه؟ البسط اقل من المقام، دلوقتي هنسميه ايه؟ كسر عشري، كسر عشري. طب خلاص يا مستر عرفناها وسهلة جدا، بس في علامة جديدة هتخش علينا في الدرس ده، علامة اسمها العلامة العشرية. اسمها ايه؟ العلامة العشرية، شبه الواو المطموسة، شايف الواو؟ اهو، بس مطموس، دي اسمها ايه؟ علامة، علامة ايه؟ علامة عشرية، علامة عشرية. خلاص يا مستر دي سهلة جدا وبسيطة جدا، شبه الواو المطموس يبقى دي علامة عشرية. خلاص طب ازاي احول الكسر اللي قدامي ده لايه؟ كسر عشري، لكسر عشري في علامة بالشكل ده. بصوا يا شطار بكل بساطة، الواحد ده تحته كام؟ تحته 10. طب ال10 دي قدامها كام صفر؟ قدامها صفر وواحد يا مستر. طب ايه رأيك نتفق على حاجة بسيطة؟ ايه هي؟ الواحد ده ياخد الصفر ده وروح نازل هنا، في اي مشكلة؟ مفيش اي مشكلة، سهلة جدا، الواحد اخد الصفر ونزل. طيب في صفار تانية بقى تحت؟ لا مفيش، يبقى خلاص نزل العلامة دي، نزل العلامة ايه؟ دي اللي شبه الواو المطموس. طب يا مستر احنا ده كنا بنقرأ 1 على 10، دلوقتي هنقرأ ده ازاي؟ زيه، بس هتقول ايه؟ بدل ما 1 على 10 هتقول 1 من 10، 1 من ايه؟ 1 من 10. طيب تمام، يلا نشوف اللي بعده. الواحد هياخد الصفر الاول وينزل، اهو نزل. طيب بعد كده في حاجه تانية فوق عشان تاخد الصفر التاني؟ لا مفيش يا مستر، مفيش خالص، يبقى خلاص الصفر ينزل لوحده. طب في صفر تانية باقيه؟ لا مفيش، يبقى تنزل العلامه. يبقى 1 من كام؟ 1 من كام؟ 1 من 100. برافو عليكم، يبقى 1 من 100. 1 من ايه؟ 1 من 100. طب سهله جدا، يلا نشوف اللي بعدها. 1 على 1000 اكيد هتقولوا كام؟ 1 من 1000. 1 من ايه؟ من 1000، ده سهل جدا، يبقى 1 من 1000. طب هكتبها ازاي؟ الواحد ياخد الصفر الاول ده ويروح نازل. طيب يا مستر ده لسه في صفرين ومفيش ارقام فوق، يبقى الصفرين ينزلوا لوحديهم وتنزل العلامه العشريه، مجرد ما تنتهي الاصفار اللي تحت العلامه العشريه تنزل على طول. يبقى 1 من كام؟ برافو عليك يا اللي قلت 1 من 1000، برافو عليك. يبقى 1 على 1000 لما احولها على الكسر 10 تبقى 1 من ايه؟ 1 من 1000، سهله جدا يا مستر وبسيطه جدا. عرفنا ازاي نحول الكسر لما يكون في الصوره دي الى ايه؟ كسر 10. طيب تمام سهله جدا، يعني يا مستر الواحد من 1000 ده اصغر من الواحد الصحيح؟ ايوه، ما احنا كنا بنقول الكسر العادي دايما اصغر من الواحد الصحيح، يبقى اكيد الكسر العشر برضو اصغر من ايه؟ من الواحد الصحيح. طب يلا نشوف ده، 3 على 10 تقراها ازاي؟ 3 من 10، برافو عليك. واحد يقول لي 3 من 10، الثلاثه تاخد الصفر الاول دي وتروح نازله، ما فيش اصفار ثانيه يا مستر، يبقى نزل العلامه بالثلاثه من ايه؟ 3 من 10، ده سهله جدا. يلا نشوف اللي بعدها، 15 على 100 تقراها ازاي؟ 15 من 100 لما تحولها لكسر 10 تبقى 15 من 100، الخمسه تاخد الصفر الاول ده وتروح نازله، الواحد ياخد الصفر الثاني ده ويروح نازل، بعد كده ما فيش اصفار تنزل العلامه، يبقى 15 من 100، 15 من 100. واحد يقول لي طب والواحد ده مثل؟ لا مالكش دعوه بيه خالص، مالكش دعوه بيه خالص. تمام،
اللي بعد تعال نشوف اللي بعد 243 على 1000. ايوه ده انا قريتها مستر، ده بتاعت الكسر 243 على 1000. طب والكسر العشري؟ يبقى 243 من مين؟ من 1000. من ايه؟ من 1000. يبقى اقول الثلاثه دي تاخد الصفر الاول دي وتنزل، الاربعه دي تاخد الصفر الثاني ده وتنزل، بعد كده الاثنين دي تاخد الصفر الثالث ده وتنزل، بعد كده في صفار ثانيه تحت، لا ده خلصوا يا مستر. يبقى نزل العلامه بتاعتك، تنزل ايه؟ العلامه بتاعتك، ومفيش ارقام فوق، يبقى خلاص على كده. يبقى 243 من كام؟ 243 من 1000. سهله جدا. يلا شوف دي 35 على 1000. يلا الخمسه دي تاخد الصفر الاول ده وتنزل، الثلاثه دي تاخد الصفر الثاني ده وتنزل، بعد كده يا مستر ده الارقام خلصت والاصفار لسه ما خلصتش، الاصفار تنزل لوحديها، فاضل صفر ينزل لوحده والاصفار خلصت على كده تنزل على الهامه. يبقى 35 من كام؟ برافو عليك يا اللي قلت من 1000، 35 من 1000. طب يا مستر ده سهله جدا، يعني خلاص ده كسر 10 عرفته لما يكون مقامه 10 او 100 او 1000، والبسط اقل من المقام اسمه كسر 10. طب يا مستر احنا اخذنا حاجه اسمها العدد الكسري، اكيد في حاجه مقابله ليه في الاعداد العشريه؟ ايوه حاجه اسمها العدد العشري، عدد كسري يبقى قصاده عدد 10. طب يا مستر نفتكر مع بعض، العدد الكسري كان بيتكون من ايه؟ بيتكون من عدد صحيح وكسر، اهو اهو قدامك اهو، عدد صحيح وكسر، يبقى ده اسمه ايه؟ عدد كسري. طب احنا مش اتفقنا من شويه لما يكون المقام 10 او 100 او 1000 يبقى سميه عدد؟ برافو عليك، عدد عشري، يبقى ده اسمه عدد عشري، وممكن نقول عليه عدد كسري، ليه؟ بيتكون من عدد صحيح وكسر، وايه؟ وكسر. طيب يا مستر، طب المقام 100 يبقى اكيد ده عدد عشري، طب احوله ازاي لعدد عشري؟ ما احنا عرفنا الطريقه خلاص، العدد الصحيح ده مالكش دعوه بيه، نزله زي ما هو، اهو. في اي مشكله؟ لا مفيش. بعد كده زي ما عملنا هنا هنعمل هنا، 25 على 100، الخمسه تاخد الصفر الاول وتنزل. الاثنين تاخد الصفر الثاني وتنزل. في اصفار ثانيه تحت؟ لا مفيش، يبقى تنزل العلامه. اي مشكله؟ يبقى واحد يجي يقرا كان يقول ايه 7 و25 على 100. طب تعال نقراها، 7 و25 من ايه؟ من 100. ما خلاص عرفنا ازاي نقرا العدد العشري يا مستر، سهله جدا. اللي بعده يلا، ده صحيح ماليش دعوه بيه، انزل. الاربعه تاخد الصفر الاول وتنزل، الواحد ياخد الصفر الثاني وينزل. في اصفار ثانيه؟ لا ما فيش يا مستر، ده خلصت والارقام اللي فوق خلصت، يبقى العلامه تنزل. يبقى 3 و14 على 100 اقراها ازاي؟ 3 و14 من كام؟ من 100. طب اللي بعده 2 و27 على 1000، 2 و27 على 1000. ثانية يا مستر ده شكلها هنتلخبط فيها دي، طب احنا مش كنا تنزل عدد صحيح زي ما هو؟ ايوه خلاص نزلته اهو يا مستر. طب السبعة دي مش هتاخد الصفر الأول وتنزل؟ ايوه يبقى نزلت. الاثنين هتاخد الصفر الثاني ايه؟ وتنزل، نزلت. طب يا مستر ده مفيش أرقام ثانية فوق ولسه في صفر؟ احنا مش اتفقنا لما يكون في صفر تحت محدش خده ينزل لوحده؟ نزل لوحده. كده خلصت الأصفار ولا لا؟ خلصت يا مستر الأصفار، يبقى نزل العلامة. أنزل العلامة، يبقى 2 و27 على ايه؟ على 1000. 2 و27 على ايه؟ من ايه؟ من 1000. يبقى 2 و27 على 1000 اقراها ازاي لما تكون عدد عشري؟ 2 و27 من كام؟ من 1000. يلا اللي بعده 18 و7 على 1000، مين هيقراها من قبل ما احلها؟ 18 و7 من 1000 زي ما اتعلمنا. طب خلاص يا مستر يلا احنا الطريقه بتاعتنا، ال 18 دي مالناش دعوه بيها قلنا خلاص. بعد كده السبعه تاخد الصفر الاول وتنزل. يا نهار ابيض يا مستر، ده مفيش ارقام ثانيه ولسه في صفرين، ما قلنا خلاص لو زادوا اصفار تنزل لوحديها والاصفار خلصت تنزل العلامه، عشان هنا في صفرين مفيش حد هياخدهم، نزلوا لوحديهم وبعد كده نزلت العلامه. 18 و7 من كام؟ و7 من 1000. سهله جدا وبسيطه جدا جدا يا مستر. احنا عرفنا ازاي نتعرف على الكسر العشري والعدد العشري، العدد العشري بيتكون من عدد صحيح وايه؟ وكسر عشري، كسر ايه؟ 10. سهلة وبسيطة. طيب يا مستر، طب ازاي اقدر اقرا العدد العشري من غير ما احوله؟ يعني كيف لي عدد عشري ازاي اعرف اقراه؟ دلوقتي هنعرف. دلوقتي يا شطار هتعلم ازاي اقرا العدد العشري، ازاي اقرا العدد العشري؟ بكل بساطة اللي قدامي ده كسر 10، ده كسر ايه؟ 10، ان هو اقل من مين؟ اقل من الواحد الصحيح، جميع الكسور العشرية اقل من الواحد الصحيح. دايما الجزء الصحيح يا شطار بيتكتب بعد العلامه في الناحيه دي، الجزء الصحيح بيتكتب بعد العلامه في الناحيه دي،
هنا عشان مفيش عدد صحيح يعتبر العدد الصحيح صفر، ده اسمه كسر عشري. لما يكون عندي عدد صحيح وكسر يبقى ده، وكسر عشري يبقى ده اسمه عدد عشري. العدد عشري بيبقى فيه جزء صحيح وجزء ايه؟ وكسر عشري. 7 من 10 من 7 من 10 7 على 10. طيب ازاي اقدر اقرا الاعداد العشريه؟ بكل بساطه انا عايز اقرا ده، انا مش عارف ان ده اسمه 8 من 10، اقرا ازاي؟ بطريقه سهله جدا وبسيطه جدا جدا. هتعمل ايه؟ بص معايا، هتقول 8 من كام؟ مش عارف اعمل ايه. شايف العلامه دي؟ اعتبار فوقها واحد، كل الارقام اللي بعدها حط مكانها اصفار اهو، عشان ده رقم واحد بقيت 10. يبقى تيجي تقراها 8 من كام؟ من 10. سهله ولا مش سهله؟ سهله جدا يا مستر وبسيطه جدا جدا. طب تعالى نجرب في اللي بعدها اهو، 8 من 10. طب تعالى اللي بعده نقراها ازاي؟ 2 لما يكون عدد صحيح، ده قريته 8 من 10 مفيش عدد صحيح، 8 من 10. طب لما يكون في عدد صحيح يا مستر بقرا اول حاجه العدد الصحيح، يبقى 2 العلامه دي اعتبارها هو حرف الواو، قول وا، يبقى 2 و وهي 7 من كام؟ 7 من، تعال نشوف، ادي لك الواحد وهنا رقم 1 0، يبقى 7 من كام؟ كتبت كام انا فوق؟ كتبت 10، يبقى 2 و7 من ايه؟ 7 من 10. طب اللي بعدها تعال نشوف 29 و وايه؟ تعال نشوف كام؟ 5 من مين؟ ما انا مش عارف ال 5 من مين؟ انا بقرا العدد اللي بعد العلامه 5، هنا 5 بس، يبقى 29 و 5 من كام؟ مش عارف، حط واحد مكان العلامه وحط بقى الارقام اصفار، يبقى 29 و 5 من كام؟ اتكتب كام معايا فوق؟ اتكتب 100، يبقى 29 و 5 من 100. طب اللي بعده يلا نقراه، 7 و العلامه قلنا هتتقال و 7 صحيح و 319 من كام؟ ما اعرفش، حط الواحد وحط مكانهم اصفار، يبقى 319 من كام؟ اتكتب كام قدام؟ اتكتب 1000، يبقى 319 من 1000. ايه ده يا مستر ده سهل خالص. طب يلا نشوف اللي بعدها، 18 صحيح و 7 من، 7 من كام؟ العلامه مكانها واحد وباقي الاعداد اصفار، يبقى 7 من كام؟ ادي لك 1000، يبقى 7 من 1000. 7 من ايه؟ من 1000. سهله جدا وبسيطه جدا جدا كده، عرفنا ازاي نقرا الاعداد العشريه. طب دلوقتي ازاي احول من عدد كسري الى عدد عشري؟ احنا عرفنا لما اقول مقامه 10 او 100 او 1000 يبقى سهل جدا وبسيط جدا جدا. طب لما يكون المقام مختلف زي كده، قال لي 5 و7 على 25، ايه ده يا مستر؟ ده المقام لا هو 10 ولا هو 100 ولا هو 1000، احول ازاي؟ بكل بساطه هتعمل ايه؟ واحده واحده. بص معايا، قول لي ال 25 دي انا عايز احولها ل 10، تنفع؟ بص ما تدورش على اللي تحت، دور على اللي فوقيها، دور على اللي فوقيها. يعني لما تلاقي عدد زي كده ما تدورش على 10 عشان ال 10 تحته، ما تدورش على، دور على الاكبر منها، ال 100 ولا ال 1000. طيب ال 25 ل 10 اصغر منها، بسيبك من ال 10، 25 عايز احولها للي اكبر منها، الاكبر منها ال 100 او ال 1000. طب ال 25 تقدر تحولها لل 100؟ ايوه اقدر، اضربها في 4، اضربها في 4. وشايفين الجدول اللي قدامكم ده؟ هو ده اللي هتستخدموه في ايه؟ في التحويل دايما، جميع الارقام هتلاقوها فيه ان شاء الله. طيب بكل بساطه قال لي 5 و7 على 25، قلت له طب استنى ال 25 هضربها في 4 هتبقى 100. تمام، قلت له برافو عليك هتبقى بالشكل ده، 5 و 25 في 4، هنا خلاص هضربها في 4 هتبقى 100، بقيت 100. تمام برافو، شاطر، برافو عليك. طيب السبعه تنزل، بصيت كده، ايه اللي انت عملته ده؟ انت عملت مشكله كبيره. ايه هي؟ احنا مش اتفقنا في الكسور ان انت لما تضرب تحت في عدد لازم تضرب فوق في نفس ايه؟ نفس العدد. لازم هنا ضربت في 4 يا مستر، يبقى لازم اضرب فوق في كام؟ لازم برضه فوق تضرب في 4، ينفعش اللي فوق يزعل، لازم اللي تعمله تحت تعمله فوق، يبقى خلاص دي مش هتنفع. يبقى 4 في 7 بكام؟ 28. تعرف تحول لي ده؟ اه ما احنا خلاص اتعلمناها من شويه، اتعلمنا في الفقرة اللي فاتت. يبقى خلاص هقول الخمسة الصحيح دي ماليش دعوة بيها، ده عدد صحيح. التمانية تاخد الصفر الأول وتنزل، يبقى خلاص التمانية يا مستر هتاخد الصفر الأول وتنزل، الاتنين هتاخد الصفر التاني وتنزل، في أصفار تانية؟ لا مفيش، يبقى تنزل العلامة. يبقى 25 من كام؟ من كام؟ برافو عليك يا اللي قلت 100، ده 5 و28 ايه؟ من 100، 28 على 100 على 28 من 100. طب اللي بعده استنى يا مستر، طب الثمانية، الثمانية مش هقدر احولها ل 10 ولا هقدر احولها ل 100، طب هحولها ليه؟ اعمل ايه؟ ما اعملش،
اسيبها؟ لا مش هسيبها. بصوا معايا، مجرد ما تشوف ال 8 اضرب في 125 تديك ال 1000، اضرب في 125 اهو دي تحفظها صم زي اسمك، ال 8 تضرب في 125 عشان تبقى ايه؟ عشان تبقى 1000. يبقى هضرب تحت في 125 تمام، واضرب فوق في كام؟ اكيد 125 يا مستر. طب 125، طب ال 17 ده انا ماليش دعوه بيه، ده الصحيح ده ماليش دعوه بيه، دايما ماليش دعوه بيه اهو تمام. 25 في 3، 125 في 3، 3 في 100 ب 300، و25 في 3 ب 75، يبقى 375. سهله. وانت لسه قايل يا مستر 125 في 8 ب 1000، يبقى مش هحسب، يبقى 1000 على طول تمام يا شطار. سهلت ولا ما سهلتش؟ سهلت يا مستر، العدد الصحيح ماليش دعوه بيه. طيب ماشي، الخمسه تاخد الصفر وتنزل، خمسة تاخد الصفر، استنى على العلامة مش دلوقتي، الخمسة خدت الصفر ونزلت اهو، خلصنا من الخمسة، نعملها بلونتين عشان ما تلخبطش. بعد كده الاثنين هتاخد الصفر الثاني وتنزل، نزلت يا مستر. الثلاثة هتاخد الصفر الثالث ونزلت تمام. في اصفار ثانية تحت؟ ما فيش ولا اصفار ولا ارقام فوق، يبقى تنزل العلامة. يبقى 17 و 325 من ايه؟ اهو صفر صفر صفر، يبقى من 1000 عشان اتكتبت فوق. سهلة ولا صعبة؟ سهلة جدا. اللي بعد 2 و2 على 5، 2 و2 على 5، أقول له ثانية واحدة. الخمسة دي هضربها بكام عشان تبقى 10؟ أنا بدور على الأكبر منها. الخمسة هضربها بكام عشان تبقى 10؟ أه هضربها في 2 صح ولا لأ؟ أيوه صح يا مستر، يبقى هضربها في 2، يبقى 5 في 2 تمام. خلصت؟ لأ ما خلصتش يا مستر، استنى اضرب فوق في 2 عشان ما يزعلش، اللي تعمله تحت تعمله فوق. 2 في 2 بأربعة أكيد يعني، 2 في 5 بعشرة، كده المقام أصبح 10. سهلت والعدد الصحيح زي ما هو. يلا يا مستر نكمل، نكمل حبيبي مفيش مشكلة. يلا الصحيح ماله؟ ماليش دعوة بيه، انزل. بعد كده الأربعة تاخد الصفر وتنزل. طب في أصفار تانية؟ لا مفيش، تنزل علامة. يبقى 2 و4 من كام؟ و4 من 10، 4 من إيه؟ من 10، سهلة جدا. طب يلا 12 و3 على 250، خلاص اتفقنا الصحيح ده ماليش دعوة بحاجة، ده ماليش دعوة بأي حاجة. طيب 250 دي، ال 250 هتضربها في كام عشان تبقى 100؟ تصغر منها ال 100، مش لازم اروح لها، ولا مش هروح لل 10، انا هروح لل 1000. هروح لايه؟ لل 1000. لو ما نفعتش ال 1000 بحاول اقسم، يعني ادور على حاجه فيها قسمه. طيب 250 تضربها في كام عشان تبقى 1000؟ اضربها في كام يا مستر؟ تقريبا في 4 صح؟ ايوه في 4، يبقى هضرب 250 في 4. طيب ضربت تحت في 4، تضرب فوق بكام؟ اضرب فوق في 4. حاول الاعداد ايه تحفظها، يعني مش تحفظ، تحاول تتذكرها دايما. 250 في ايه؟ في 4 بيدينا 1000 على طول، 105 8 في 125 بيدينا 1000 وهكذا. طيب 4 في 250 خلاص ما احنا عرفناها ب 1000 يا مستر، يبقى 1000 تمام. 3 في 4 بكام؟ ب 12. طب يلا نكمل، احنا مش قلنا ده ما لناش دعوه بيه؟ ايوه قلنا كده، يبقى 12. طيب يلا نشوف الاثنين دي، يلا بلون مختلف يا مستر عشان ايه تبقى سهله معانا. طب الاثنين دي هتاخد الصفر الاول ده وتنزل تمام، نزلت. الواحد ده هياخد الصفر الثاني وينزل تمام. طب استنى يا مستر، ده عندي صفر زياده ما نزلش. طب ما فيش ارقام تاخده، يبقى ينزل لوحده هو، مستنيش حد ينزله. خلصت الاصفار تنزل على، يبقى 12 و12 من ايه؟ 12 من كام؟ من 1000. مش عارف زي ما قلنا نحط 1 0 0 0، يبقى 12 من 1000. 12 12 اخر واحده معانا، بيقول لي 9 و7 على 500، 9 و7 على 500. بكل بساطه قلت لكم الصحيح ما لناش دعوه بيه، ما لناش دعوه بيه، سيبوه في حاله 9. بعد كده يلا معايا ال 500 تضربها في كام عشان تبقى 1000؟ اضربها في كام؟ اضربها في 2. طب واحد تاني يقول لي شاطر مستر، قلت له نعم. قال لي طب ما انا اقول لك على حاجه، انا ممكن اقسم تحت على كام؟ اقسم تحت على 100، اقسم تحت على 100 تديني ايه؟ تديني كام؟ تديني 5. طب انت عملت ايه؟ ايه اللي عملت؟ طب استنى يا مستر، انا هقسم على 5 هتديني كام؟ هتديني 100. طب برافو عليك شاطر، خليتها 100. طب والسبعه تقسمها ازاي على 5؟ كده انت لخبطت الدنيا خالص. اسهل طريقه بضرب، اسهل حاجه بضرب ب 1000، يبقى خلاص تنزل 1000 اهو. السبعة سيبها؟ لا هضربها في 2 يا مستر، ما انت ضربت تحت في 2، بس هضرب فوق في 2. 2 في 7 ب 14، سهل جدا. يلا 9 مالناش دعوة بيها، انزلي. يلا الأربعة تاخد الصفر الأول بتنزل، لون مختلف يا مستر. السبعة الأربعة تاخد الصفر الأول وتنزل، الواحد ياخد الصفر الثاني وينزل. طب في صفر زيادة، انزل لوحده، مفيش أرقام تاخده، يبقى خلاص نزلت العلامة. نزلت إيه؟ العلامة 9 و14 من مين؟
من 1000، 914 من 1000. وده كان يعني باختصار محتوى الجزء الاول من الدرس بتاعنا. استنوني ان شاء الله في الجزء الثاني من الدرس، وهو ايه ازاي اقدر احدد القيمة المكانية وقيمة الرقم للعدد العشري، وازاي اقدر امثل الاعداد العشرية على خط الاعداد. انا قسمت لكم الدرس بتاع الجزء ايه ليه؟ عشان ما تملش وانت بتحضر الدرس، عشان تفهمه بسهولة جدا وبطريقة سهلة جدا. كان معكم استاذ وليد يسري، واستنوني ان شاء الله في الجزء الثاني من درس الاعداد العشرية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.